محتويات العدد. الافتتاحية، الدكتور رشيد الحمد. موضوع سورة الغلاف: الطفولة غد مشرق. من الأزياء الشعبية: العباية. في الصفحة الأدبية: الأديب يعقوب رشيد. بالإضافة إلى الأبواب الأخرى: هذه الأيام وقد غاربت السنة الدراسية على الانتهاء، تبدأ مرحلة استعداد للامتحانات، ولا شك أن كلمة الامتحان لها رهبة لدى الجميع، سواء الأبناء الطلاب أو حتى أولياء الأمور وجميع من هو محيط بحياة الطلاب. ولكن إذا تذكرنا أن هذا الامتحان هو عبارة عن قياس لمدى التحصيل الذي تحصله الطالب أثناء العام الدراسي، فيجب أن نأخذه على محمل هذه الكلمة فقط ولا نفكر بأشياء أخرى، حتى من الممكن أن تذهب عنا هذه الرهبة، حيث أن قياس المعلومات التي حصل عليها الطالب لا يعتبر بالشيء الصعب الذي يثقل كاهل ابننا الطالب، ومجرد الاستعداد للامتحان من تنظيم وقت وتنظيم دراسة واستعادة واسترجاع ما تم تحصيله ومناقشته أثناء الفصل مع المدرس ومع زملائه، أعتقد سيعطيه شيء من استعادة التذكر، خاصة إذا كان ما أعطي له هو على سبيل الفهم وليس على سبيل الحفظ. وأرجو من كل طالب أن يجهز نفسه بتنظيم جدول معين للمذاكرة، بحيث لا تطغى مذاكرة مادة على مادة أخرى، وبحيث لا ينسى أي جزء ولا يستمع لكثير من الأقوال التي يبثها بعض زملائه من أن هذا الجزء مهم وهذا الجزء غير مهم وهذا الجزء من الممكن أن يأتي منه الامتحان أو هذا الجزء لا يأتي منه، وإنما كل ما قيل أثناء إعطاء الحصة هو مهم بالنسبة للطالب. هو الامتحان مثل ما قلت هو قياس الحقيقة لمدى التحصيل وقياس لمدى المهارات التي اكتسبها الطالب وقياس لكل ما أخذه واستوعبه من معارف ومعلومات. هناك أيضا قياس الفهم الكبير لنواحي علمية مثلا أو نواحي رياضية، وهذه تعتمد أساسا على كثرة الممارسة والتمرينات. فمن الآن أدعو أبناء الطلبة إلى أن يستعدوا بممارسة كثير من التمرينات في الرياضة، وأقصد فيها الرياضيات، وكذلك بالنسبة لمادة العلوم. أما بالنسبة للمواد التي يكثر فيها الجانب النظري فالقراءة المتأنية والقراءة التي تكون في وقت مرتاح فيه الطالب هي التي سوف تؤدي به إن شاء الله إلى أن يستوعب المادة المطلوبة منه. طبعا القراءة والتمرينات والاستعداد لها أيضا تحتاج إلى جو هادي وجو يتخلص فيه من أي التوتر أو أي انزعاج أو أي رغبة في النوم. فأيضا الطالب مطلوب منه أن يختار الوقت المناسب حتى يتمكن من القيام بهذه المذاكرة،
وأعود فأقول يرتب خطوات المذاكرة من تنظيم جدول للامتحانات، تنظيم جدول للمذاكرة حسب المواد المختلفة، واختيار الوقت المناسب، والسؤال عن أي شيء يجد أنه صعب سواء من ولي أمره، من والدته، من أي أحد معه في البيت، أو من المدرس الذي درسه هذه المادة. أتمنى للجميع إن شاء الله تفوقا دائما ونجاحا كبيرا في الامتحان، وإن شاء الله بالنسبة للثانوية العامة وللصفوف العليا أن تكون النسب إن شاء الله عالية، بحيث إن شاء الله يؤدي إلى جيل متفوق يخدم البلد. وشكرا. في 29 من سبتمبر من عام 1990، أثناء الفترة العصيبة التي مرت على كويتنا الحبيبة، توجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى نيويورك ليلقي كلمة من القلب في مقر الأمم المتحدة. الكلمة كانت أمام مؤتمر القمة العالمي للطفولة. قال سموه حفظه الله: إن قضية العناية بالطفل تعني في حقيقة الأمر عناية بالأسرة وبالمجتمع. كما قال سموه: الطفل هو ثروة المجتمع الحقيقية، وهو مستقبله، وإن كنا نريد عالما أكثر رحابة وتسامحا ونموا، فعلينا أن نؤكد أهمية الطفل وحقوقه، والتي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. الطفولة أمل مشرق لغد يمتلئ ثقة وأمانا. ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بالطفل. ودعما لهذا المنطلق، وبصرف النظر عن أي معوقات، تمتد يد الخير لتبني أجيال الغد بدعمها تحقيقا للهدف المرجو. وفي نوفمبر من عام 1990 تلقت المنظمة الدولية لرعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة مبلغ $2 مليون من سمو أمير البلاد المفدى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. كان هذا المبلغ دعما من حكومة الكويت للجهود التي تبذلها المؤسسة العالمية في مجال رعاية الأطفال، أطفال العالم. Thank you.
لكل دولة تراثها ولكل دولة عاداتها وتقاليدها. فمن هذا المنطلق نحن بصدد موضوع عن تراث كويتي كان سائدا منذ القدم ولا يزال سائدا حتى الآن، وهو تقليد العباءة. فإليكم أعزائي المشاهدين كيفية عمل العباية. أولا بالنسبة للمتطلبات، لازم يكون عندنا قماش حرير أسود طوله 7 متر عرض 90. بالنسبة للمقاسات، راح نقيس الطول من أول مقدمة الرأس إلى آخر الكعبين، والطول اللي عندنا صار 164. فتحة الشم غالبا ما تكون 15 سنتي. نبتدي معاكم بأول خطوات العمل، أخذ شريط بعرض 5 سنتي من طرف القماش، وذلك للزوم بطانة الرأس. راح نقسم القماش إلى قسمين، بحيث يكون كل قطعة طولها 3.5 متر كجزء علوي وجزء سفلي. راح نشيل قطعة الجزء السفلي ونبتدي نشتغل بقطعة الجزء العلوي. راح نثني القماش إلى نصفين، وذلك لرسم خط النصف. راح نرسم بطانة الرأس، راح نحط المتر من أول خط النصف، وراح نرسم 10 سنتي من كل جهة. نبتدي برسم علامة خط الجنب، وذلك احنا نحط، راح نثني القماش من أول طرف القماش إلى أول بطانة الرأس، ونبتدي برسم علامة خط الجنب. راح نبتدي بتدبيس الكتفين، وذلك احنا نثني القماش من أول خط الجنب إلى أول بطانة الرأس. ثم نبدأ بتركيب بطانة الرأس. هذا الجزء العلوي راح نعمل فتحة الشم. احنا قلنا بداية حديث ان فتحة الشم غالبا ما تكون 15 سنتي. راح نبتدي فتحة الشم، ومن ثم نسرجها ونمكنها. طبعا في ملاحظة مهمة نحب نقول لكم إياها، لتقوية فتحة الشم نسوي بريدة أو قيطان صغير لمنع تمزق أسفل فتحة الشم. راح نبتدي بتوصيل الجزء العلوي مع الجزء السفلي من طرف الحاشية. فنبتدي الحين بعمل الخبانة، وذلك احنا نقيس من الطرف الأمامي للعباية من الطول الأساسي ونرتفع 10 سنتي من الطرف الأمامي. راح نقيس من خط الجنب من الطول الأساسي ونرتفع 20 سنتي، ومن ثم نفس العلامة راح نسويها الجهة الثانية. هاي راح يصير عندنا الخبانة. نبتدي بتسريج الخبانة ومن ثم تمكينها.
حسب رغبة كل شخص راح نقوم بتجميل العباية وتنظيفها من الخياطات، إما بغرزة الكردون أو الفستون، وهذه راح تتم إما باليد أو بالماكينة. طبعا بهذه الطريقة تكون قد اكتملت عندنا العباية وأصبحت جاهزة لللبس. وشكرا لكم. برح الشوق برح الشوق بي فسر يا حادي، صوب دنيا الجمال صوب بلادي، أقذف الآه في البعاد لأني أحمل الهم والأسى في بعادي. الكويت الكويت أي نداء في فمي عابق بطيب ودادي. أعزائي المشاهدين، ضيفنا يقدم بطاقته الشخصية. أنا يعقوب عبد العزيز رشيد، من مواليد 1928، ولدت في فريج المسيل، وطبعا الآن تزوجت سنة 49 وأنجبت 6 بنات وولدين، وأنا الآن جد ل 12 حفيد. المناصب التي تقلدتموها؟ التحقت بالتدريس ودرست 11 سنة، كنت نائب مدير الإذاعة فترة في الكويت، في سنة 51 كنت مديرا لتحرير مجلة الكويت، وفي 58 كنت سكرتيرا لتحرير جريدة الشعب، وسنة 59 كنت رئيسا لتحرير مجلة الكويت، وبعدها صار الاستقلال والتحقت بوزارة الخارجية، فكنت أول مدير مراسم بوزارة الخارجية، ثم أصبحت سفيرا للكويت في الهند والباكستان والأردن وتركيا وزائر، وبعدها تقاعدت وانصب اهتمامي الآن في التأليف والكتابة والشعر. هل في الأسرة شاعر أو أديب؟ نعم، والدي الشيخ عبد العزيز رشيد هو أول مؤرخ للكويت، وأول من أصدر مجلة الكويت سنة 1928، وهو شاعر أيضا. لمن تقرأ من الشعراء المعاصرين؟ الواقع أن الشاعر والأديب يصعب عليه أن يقول أنني أقرأ لفلان ولا أقرأ لفلان، المفروض أن يقرأ للكل، ولكن يعجبه فلان كشاعر أكثر شاعرية من الآخر. أنا أقرأ الآن لعمر أبو ريشة، وأقرأ للجواهري، وأقرأ لبعض شعراء لبنانيين وشعراء عرب معاصرين كثيرين. هل توجد علاقة بين الأدب والدبلوماسية؟ الدبلوماسية وظيفة والأدب موهبة. أول قصيدة أو بيت شعر لك؟ أول بيت شعر سنة 43 أو 44 كتبتها عندما قرأت كتاب غالة حمانة، وكان البيت الأول الذي كان محاولة: ما لقلبي يحن للشاغور، ولنفسي ترف للناعور، ولروحي تحلق شوقا لترى مسدلات الشعور. هذين البيتين طبعا كان كبداية، ولكن أنا لا أعتقد أن كنت شاعرا في ذلك الوقت، إنما كانت بدايات. حكمتك في الحياة؟ التسامح والصبر. في رأيك ما هي فنون الأدب؟ كل ما يتفرع عن الأدب من مسرح ومن
الشعر ومن القصة ومن الفن، في حتى الفن التمثيلي هو فنون أدبية. ما هي إصداراتك؟ أول كتاب صدر لي سنة 63، الكويت في ميزان الحقيقة والتاريخ، ردا على ادعاءات عبد الكريم قاسم. وبعدها صدر لي ديواني الأول سواق الحب، ثم دروب العمر، ثم غنيت في ألمي، والكويت، وغدر الجار. وعندي الآن كتابين، الكتاب هو أدب من أدب الرحلات اللي أنا قاعد أنشره الآن في الفجر الجديد عن الصيد في الهند، وعندي كتاب آخر بعض ما أتذكر، كلهم طبعا أنهيتهم والآن أحاول أني أنشرهم في كمقالات أو كفصول في الجرائد، ثم سوف أجمع هؤلاء وأضعهم في كتب إن شاء الله. ما الاسم الذي تختاره للأدب الذي ظهر في فترة الاحتلال الغاشم؟ أدب الغدر والخيانة. هل لك أعمال أدبية في فترة الأزمة؟ نعم، طلع لي كتاب الكويت وغدر الجار، وطلعت لي قصائد عديدة في أثناء الأزمة. ماذا تختار لنا من هذا الإنتاج؟ الكويت وغدر الجار يحتوي على شيء نثري أو من نثر يعني، ويحتوي على شعر من قصائد عديدة، لكن ليس بيدي الآن شيء أقدر أقرأ إلا إذا أردت أن نأتي بهذا الشيء ونقرأ قسم منه، هذا شيء راجع لكم. أفضل الألوان؟ الألوان الطبيعية اللي هي الألوان السماء والبحر. أفضل الأوقات؟ الأوقات ليس هناك وقت مفضل إلا إذا كان الإنسان يستريح وقت معين في حياته. أفضل الأسماء؟ ما حمد وما عبد. أفضل الأكلات؟ عاد هذه المشكلة، والله أنا أحب مرق البطاطا يعني. هذا سبق أن قلته في التلفزيون. كلمة لأبنائك وبناتك الطلبة. والله يسعدني أن أتحدث أو أن تعيدوني الآن إلى الحقل الذي سبق أن تركته منذ زمن طويل وليس كان بيدي تركه، لأني درست 11 سنة. فأقول لأبنائي الطلبة وبناتي الطالبات أن عليكم مسؤولية جسيمة لتحملوا رسالة الحب لهذا البلد، وتنشأ هذه الرسالة وتنتشر على العالم كله، لأننا نريد أن نعطي الآخرين الحق بما هم يعملون، ونريد أن نظهر أنفسنا نحن بأننا على ثقة، أمن أننا سوف نكون قادرين على تحمل مسؤولية بلدنا وأن نكون في مصاف الأمم الراقية. نشكر الأستاذ الأديب الشاعر يعقوب أرشيد. شكرا. شكرا. Thank you.
لدي.